ورجعنا لكم في حلقة جديدة وسوينا المدينة السياحية. الحلقة الحين 9، والحلقة خلنا نحط اللمسات الأخيرة على المدينة السياحية الحين إلى سيتي سكاي لاين. شو يعني مدن السماء؟ لا، مدن خط السماء. سكاي لاين حيدا حق جي تي آر، كان جي تي آر سكاي لاين جي تي آر نعم الحقيقة. زين، مشكل بيتم بنو ترى، بس ما عليه. المهم، مدينتنا السياحية، شو فيها المدينة السياحية؟ فيها الحين بكمل المدينة السياحية خليها بنبدأ. كنت أنا بتوسع لتحت قلت لكم، لكن شفت إني أتوسع بالطريقة هاي على النهر، بس لازم نتخلص من التلوث اللي سويناه، خيسنا الدنيا والله. يمكن أتوسع بالطريقة هاي، أرضين على أساس يكون القطار في الوسط رومانسي، طبعا رومانسي لازم، وتعديل الخطة هاي ونسوي قوارب. نعم، اللي هالحلقة الجاية بنسوي قوارب. تشوف اقدر اشتريها مثلا؟ وما بتضبط معي. ليش؟ ليش؟ برشيز؟ لا، تضبط 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 برشيز. تشوفوا احنا بيفتحونا بعدين، اتصور ما اعرف كم مرة بيفتحونا، بس بسوي مدينة هني بروحة صغيرة، مدينة هني موصل بينهم قوارب، شارع رئيسي. مش لازم تسويه هني، خلاص هني سوينا تلوث وخيسنا الدنيا، ما فيه الكفاية. والمطار خليه يكون شوي بعيد، مدينة صغيرة بروحها. مش لازم المطار مع العالم يا أخي، لازم نريح الناس. خلنا نسرع اللعبة. انزين، نحن حطينا هني اللي هو هاي أكبر سينما في العالم، السينما المارية هي مالنا. اللي يعرف سينما المارية صراحة عافية عليه، اللي يعرف سينما المارية يحطيه في الكومنت تحت عشان أعرف مواضيع أنا الصراحة. الأيام الطيبين. عندنا السينما هني، وعندنا برج المواصلات هني، هاي يفتح لنا شوية مواصلات. ترى بعدنا ما حطينا سيارات في المدينة الجديدة، لازم نحط سيارات. كل حد شغال عندنا؟ ايه، شغالين شغالين شغالين. الحين احنا شو نبى؟ نبى نسوي المدينة هاي سياحية من الآخر، فبنبدأ نفتح البركس مالنا ولا المباني مالنا. إلا بنحط هايبر ماركت، بس ما طلعت تضبط في مخي، لأن إذا حطيته بعيد ما راح يكون جميل الصراحة. بصراحة ما أشوفه جميل. خلينا نشوف لو نكسر شارع ولا شارعين هني، أبى أحطيه في نص المدينة أنا الصراحة. يعني إذا إني أحصل مجال أحطيه هني بيكون أحلى مكان، لأن في نص العالم، العالم تبى تسوي شوبينج ما تبى تروح بعيد. تعرفون شو؟ أنا آسف أنا آسف الناس، بتسامحوني في المستقبل إن شاء الله. معلوم عليهم، لأجل إسعاد الآخرين أنتم رحتوا فيها. ليه؟ نعم، يعني هايبر ماركت وبيوت ما يصير يا الربع، يعني سامحونا يعني. لازم، أوه استو والله، في ناس تموا عايشين عند الحديقة. يحييكم والله. تقول لندن هايد عليه هايد بارك على طول، دلوع دلوع، الكترك كار عنده. طبعا مدينة سياحية، خلينا تلوث صغير هني هني هني، بس صغير بس عشان ينظفون زبايلهم. واو، بوك اللي بو، لا تقول لي انا سويت بيوت هني. لا 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 لا، انا اسف انا اسف للغاية، انا اسف. بتقعدون تمرضون علي تموتون. لا شكرا شكرا. انزين، بما انها مدينة هاي يعني مدينة جميلة، خلينا نشوف شو سير نحطي. ها اوكي، ممكن نحطي هاي تصدقون. بس في شي ثاني انا بحطي، عندهم ولا ما عندهم نفس سم سيتي؟ لا ما حطوه في ابديت. ده فكر نحطي اللي ترتون السيير نفس مال تسلا، عرفتوهن؟ مين يعرف تسلا؟ عندهم شراجة خاصة فيهم دوم، في اوروبا تمشون يحصلون ترج ويترجون منها. شو بس في ناس هني بتطلع برا بيوتها اذا نحن حطينا هاي هني، عادي لاجل اسعاد الاخرين يعني سيذهبون. اسف لكن عليكم اسعاد الناس كلها، انت اسعدت العالم كله. ها ها، شوفوا لوين سعيدين، الخريطة العظمى. تعال انت مشو تتشكى، ليش عندك مشكلة زبايل ونحن عندنا حل مشكلة الزبايل أصلا؟ ها، فايدة هالمنطقة هاي فايدة خرافية، قلت لكم بنستعملها صناعيا ولا شيء.
ما قلت لكم؟ قلت لكم حتى ما بيب له خط كهرباء بس ماي. انا لازم اعرف شو موضوعي مع الماي، متى ببدا اعطي الناس ماي، متى. زين حطينا لهم هايبر ماركت، حطينا لهم هالسوالف، يبون دكاكين، الدكاكين يبالها رسم، سوي مجموعة دكاكين ولا تزعلون، دكاكين في دكاكين. بس هاي مدينة، مدينة مدينة ضخمة يعني، مش مدينة صغيرة، مدينة جدا ضخمة. في الصوب الثاني هني بسوي مدينة صناعية اتوقع يعني، بس عندنا مجال حق امتداد هاي هني. بس خلاص يعني هاي صناعية للشارجة، هاي صناعية ابوظبي، هاي صناعية دبي. فالحين ما نبغى صناعية بعد زيادة، بسوي منطقة صناعية بروحها، انا شوي غير عن العالم، انا صناعية اساس نقدر نكمل المدينة اللي هناك. تعالوا 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 يا احلى اصدقائي. مرة على الشارع العام ما تفهم، مرة على الهايوي يسوي زحمة، خلي يستد، الله يستر بس من هالحركة ترى. عادي اجيب العيد فيها ناي، بس ما عليه، بيسامحوني بيسامحوني، لنا الاهداف عظيمة يعني لا يعرفها حتى انا، لا احد، ما حد يعرفها يعني، بس الهدف عظيم اهم شيء، نعرفها ما نعرفها، يعرفونه ما يعرفونه. مشكلتي انا في الخط، الخط التعبان، خط التعبان، خط التعبان، خط التعبان. امسح 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 قبل لا احد يشوف، امسح امسح. بعد لا، شكل الارض مش من الخط، شكله من الارض، الارض مبسيدة، بس عادي يعني، مش مشكلة، مش قضية يعني. هذه بتكون صناعية وبنحط لها بوت، الحين بنحط لها بوت، بننهي المدينة السياحية عقب، بس الحين لازم نسوي بوت. خلاص ما متري على البوت اكثر من اللي انتظرنا، اظني وايد انتظرنا على البوت اكثر من المفروض نتريه، والمدينة محتاجة خوارب، محتاجة مواصلات. في لعبة ثانية بعد جميلة في المواصلات اسمها ترانسبورت فيبر، افكر يعني يوم الحين قاعد اسوي الاختيارات وهاي اتذكر هايج، هايج اللعبة كلها عن المواصلات. حتى المدينة الواحد ما يجي بس يعدل شوارع، بحكم ان اظن الشارع جزء من المواصلات، اي دونت نو. تشوفوا انا ارسم 90 ديجري تراني، ها الشارع مبسيده، الشارع مبسيده، وين الشارع؟ نيو بيلدينج. شكرا شكرا، جيت في وقتك الصراحه يعني، وقت من الاخر، وقت مضبوط. تسوي لهم مركز شرطه، تعرفون صناعية وعمال وهذا وما نبى مشاكل يعني الصراحة، تعرفون المناطق هاي انتو تسوي شوي مشاكل، لا تخافون على الماء، بسوي لهم ماي بروحهم. ما عليكم، بنوصله عقب اوصله، بس كصناعية لهم استهلاك كهرباء عالي، انا بتصور على كيف ان استهلاك الكهرباء مالهم عالي، ما بسوي لهم طاقة نظيفة، كيفي ما بطاقة نظيفة، مكلفة، مكلفة جدا، مكلفة من الآخر يعني. أنا أمس جالس أقرأ أن السويد 100% يمشون على الطاقة النظيفة 100%، ما عندهم أي مشاكل مع أي، ما يستعملوا أي نوع طاقة غير النظيفة. بسوي منطقة صناعية كاملة مرة، لا تطالعوني، كاملة عمنها، كاملة صناعية، بس الناس عندهم شركات وهذا ما عندهم ملعب، ما يصير. لا تسألون ايش سالفتكم مع ملعب كرة السلة، انا احب ملعب كرة السلة لاني طويل شوي، ملعب كرة سلة لازم لازم، وحديقة حق في شيبان يداومون اكيد شوي بيتقاعدون، يبون حديقة، يبون هذا، يبون شغلات بسيطة، نيو بيلدينج فيري ديبوت.
and sent lines automatically and maximum amount of vehicles per line. والله شوف تخلينا نحن نسوي اصلا هاربر ميناء زين وكارغو هاربر بعدين بنسوي ديبوت ولا غيره ولا هاي فيري اظني هاي مال الرحلات هاي مش مالنا نحن مش حقنا يعني شو المشكلة هذا ليش مو بشغال المفروض تكون شغالة يعني ها شغال زين إذا سوينا لكم بمب زين البمب في هذا معنا ما مفروض ما يكون هذا الحال مفروض ما يكون هذا الحال هذا الحال هذا حق السيوج بس اوكي حق المجاري يعني انا مغلط من زمان وانا اقول لكم سيوج وكل معلومات غلط وهذا المهم نحطه كله ما عليه ما نتفاهم اول شيء بما ان سوينا مكان صناع يا حبيبي كيف زين كيف لازم امتد لين هني يا الظالمين ها ظلم ها ظلم نبي نسوي قوارب نبي نسوي هذا نبي نسوي مينا يعني والحل يا جماعة الخير لازم نمتد الصوب الثاني بعد الحل انه بس نمتد الصوب الثاني والله ما بقول شيء ايوة الجسور كلها غلط طبعا هالجسر يا حية شكله في جسور لا اوكي امور طيبة يخطفون تحت الجسور اذا السالفة هاي لازم اني هذا بيتوصل بالثانيين بالهايوي بس والهايوي يروح صوب واحد فلازم طلع لنا لين ما محترمين نبي تحت الارض زين شكرا يا صديقي نطلع اللين وين هني خليه سيده ما اعرف بس مش مرتاح نفسيا اخليه معاكس اذا في حد بيروح من حد بينا من هناك ولا حد بيروح من عندنا علينا هناك وحد بي من عندهم عن طريق الهاي واي مو من عندنا صناعي اخر شيء في عندنا شيء اسمه اكستشينج ستوب شو الاكستشينج ستوب يسوي خلنا نستكشف هاي من الموبايل الجديدة كونكت يور فيري بس نتورك ايزلي وذ ذس change between ferries and buses زين اذا هاي لنا روم احطيهم بس هذا اللي هو الاساس لكل شيء مش قادر احطيه يلا الامور تمشي ما عليه ما عليه ما عليه تخلون بخلي حزين
لا تزعلوا والله، عشانكم كل حق مصلحتكم يعني. ودي الخط مطول بس بيكون مفيد. يعني استوى العناد ممكن. والله تخبيصة، والله تخبيص. لحظة، التخبيص هذا شو هالتخبيص هذا؟ شو هالتخبيص؟ أصلا أفكر أسحب عليهم. سوي الحركة السحرية حقهم. أنا أقول كيف سوي هاي هني، سوي هاي نوصل هني دايركت. سوي عنا نقاط الحين، هاي اللي صدق بيستفيدون من المترو يعني. هذا وين بيمسك تاكسي ويروح؟ سؤال، وين بيمسك تاكسي ويروح؟ ستوب، هذا ستوب. يا جماعة ممكن أعرف سالفتكم؟ لحظة، والله انه مش تخبيص اللي بعده هذا. المهم في خطوط شغالة اظني اللي بعده. زين، نرجع لمدينتنا السياحية اللي كنا ناسين نزينها. انت تعال، انت سهل، انت حطيك نفس الجبن في اي خبز تنفع. وبالطريقة هاي، ايوه. كم سعره؟ 25,000. ممكن نغامر 125,000، مو مشكلة. ولا احس انه وايد عليهم الصراحة، وايد حطينا مباني هنا. هاي المباني ترى لها اهداف اصلا، بس انا شوي في اهداف مرات نتجاهلها. انتو والله يعني والله اعرف انكم طيبين، بس يعني أبغى تسامحوني شوي يعني الصراحة. سامحوني الصراحة، سامحوني، لا تزعلوا مني. لكن حان الوقت انكم تروحون. يو، هذا وسط الجماعة هني. هم بيطورون بيوتهم أحلى شي، يزيد السكان وهم بعدهم نفس المكان. هذا أحلى ما هو موضوع اللعبة كلها. بس المبنى كبير الصراحة، جميل. يلا طوروا، منظر حلو تشوفهم يتطورون، منظر جميل. انزين، كان الهدف، كان الهدف ان نحن نسوي شو؟ سفينة. لكن ظهر الامتداد اللي لها الطرف هذا كان مؤلم، فلأنه كان مؤلم بعاني منه شوي. فعلا بعاني منه، بعاني منه. معاناة جميلة يعني. فأنا أصلا لازم أشتري هاي القطعة وأبني هني، بس الحين أبغى أمتد هني. أوه نايس، صح نسيت فتحت تشيب من توا. خلنا نشوف، يمكن نقدر نوصل للي بعده، بس بعيد بعده، بعده بعيد. ويقول ما عندي فلوس. وقتها انا ما عندي فلوس. المفروض خلنا نشرع شوي الحين، بيستوي عندي فلوس.
الفلوس مش مشكلة، دام ان ناس نمشي على السليم، الناس مو زعلانة، ما في حد مريض، ما في حد متوهق، ما في حد مديون، ما في حد مو والله طيبة. بس محتاج احط المحلات، وين احط المحلات؟ وين احط المحلات؟ حصلت مكان، حصلت مكان، بس ابغى اتاكد توصل لك الخدمات. بس اذا ما توصل لك الخدمات، مثل ما قلنا قبل، حل بسيط، استخ نحط هايل ونشوف الحين الخدمات، تشوف كيف توصل. هذا شوي ضعيف بس السكي يعني عادي، فنحط هني محلات تجارية فقط، هني الباقي بيوت، باقي بيوت. يعني عيب ان اسم سيتي، اذا سويت منطقة نفس هذه عادي الناس تشتري بيوت بعض ويسوون مبنى عود، يعني حد يشتري بيوتهم. عندنا نحن لا، في عندنا نحن، عندنا في السيتي سكاي لاين حاليا، عندنا لا، ما يسوون هالشي هذا للأسف، يتموا على ما هم عليه. بس بوسعي مثلا اني اشيل هالمنطقة هاي، يعني الحين باخذ الدي زون زين، اشيل اسوي له دي زون كامل، اشيل اي منطقة كانت، يعني هاي الدي زون تشيل المنطقة الموجودة. شو الناس قاموا يطلعون، الناس تطلع مع السلامة اقولهم، واحط المباني. بما ان نزلنا عدد السكان بيرتفع الحاجة للسكان، فيما ارتفع حاجة للسكان اسرع انهم يرجعون من انهم يروحون. يعني ففي فرق، لان هنا عندك انت متطلبات السكان، متطلبات المباني الزينة، متطلبات الصناعة، وتزيدهم بالخدمات بالسياحة بهذا، يتمون يزيدون كل ما تفتح خدمات جديدة. فالمباني اللي نحطيها مهمة نظريا، أما عمليا كلام ثاني. هذا في حد زعلان هني، تعال الخطوط اللي سويناها الخربطان، خطوط مو منها فايدة، ما عدلتها، شي شغل عيازة مثلا. خلنا نغير صبغته، هذا نخليه احمر، خلنا نخلي هذا اصفر. المترو لوين انا بعدي ماسك هذا، بعده حلم. ها نايس، حصلنا مكان. فهذه انا بسويها مدينة على البحر. الحين شوي خلنا نتفنتك، وان عندنا نقدر نبني، نسوي الدرب المايل على البحر. هاي هاي بيوت سوبر ديلوكس، هاي بيوت في اي بيز، هاي بيوت في اي بيز. نسويها 90 ونميلها، نسوي 90 ونميلها. انت ما قلنا ملل، ملينا من ال هذا، اسمح لي يا صديقي، لكن حان وقت انك تذهب. ابى اسوي مدينة تصميمها كلها انصاف دوائر، كلها انصاف دوائر، بوصلهم من الوسط. بس خلينا نشوف، 4 نميل، 4 3 بنسوي 4 ونميل. نقصت خط لأساس ما نستهلك نفس المساحة، بس هاي حجم المدينة، وباقي الشارع للتوصيل بس، وبسوي أكثر. هذا بقى يمكن أحط فيه الخدمات الأساسية. يا اخي انت تريد، صبرك علي، ما له داعي على طول تقول لي انه هو خارج نطاق المدينة. سني سويت خط سيده، ما نبغاك سامحني يعني، لكن وجودك غير مرحب فيه. 4 4 ونحن سارين. بتم بنزل شوي 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 شوي،
المدينة يا تطلع طر يا تطلع خربطان، أنا أخبركم الحين. فهي هو سلاح ذو حدين يعني، يطلع جميل المكان ويطلع ما له داعي والله، أنا أحس إنه بيطلع جميل جميل. يطلع مدينة جميلة. خلنا نسوي خط سيدة هني على أساس إن هني 90 درجة ونميل شي، نبدأ منه 4. والله الشارع كله تقاطعات، أحس يعني تصميم مال يجيب العيد، مال زحمة، تصميم بس مال زحمة، تصميم بس مال سوي زحمة. هذه المدينة كلها بس أساس نسوي شو؟ القارب، نسوي الفيري. ثانية ما عندك فلوس يعني، عادي لا تقصر، عندك فلوس ابني عدل، النهاية اللي يدخلون فلوس والشعب دام انه مرتاح دخلوا فلوس. بعد ما نبني هذي وخلص الحلقة هذي بنسوي السفينة الحينة. انا اشوف هاي مساحة مدينة اكثر من كافية، نسوي خطوط شوي سيدة على اساس الزحمة وسيارات الشرطة انا احس خليت فيها زحمة وسيارات شرطة خبصت الدنيا احس اني، بس عيبني شكله صراحة يعني. جيد جيد جيد، ينبلع ينبلع دام انه تقاطع تقاطع. وقف الاشارة 17 مرة. خلنا نمشي على التقاطعات. والله ان العيد هذا بسميها كريسمس سيتي، مدينة العيد. مدينة العيد ها. انزين اول شي خلي نمد لنا واير كهرباء هناك لين هني، احتياطا احتياطا انا احتاج كهرباء. تعال انت تانكي على الفاضي، تعال شي مدينة تي موجودة بس حق شو؟ حق هذا بس 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 بس، هذا الهدف الرئيسي منك اصلا. طبعا شارع صغيرون بقى، لازم شارع صغيرون. خلنا نرفع الشارع شوي ونسوي له شكل. صديقي يعني يوم ما اباك 90 درجة، يوم اباك 90 درجة ما تضبط. شوف هذا الناس يروحون يردون فيري، في راكن في الجسر بس متعوب عليه الصراحة، الصراحة متعوب عليه الصراحة. كم عندي؟ عندي فلوس، ايه عندي فلوس، تي ما عندي فلوس. زين ليش ليش ما ابدأ ابني بالطريقة هاي؟ شوي عشوائي بس it's gonna be nice. بحط كل المولات بصوب، حطي لهم مكاتب تجارية يتفاهمون مع المصانع وربع المصانع وغيره، هاي لهم مناطق يعني، ونحطي هاي. بس شو بسوي هذيل اساس ما يخربون المباني؟ نبدلهم بهايل. وشي ثاني طبعا كالعادة، وين الماي؟ وين الماي؟ بس بحاول نغطي المنطقة كامل بالخدمات. هذه مدينة خوارب، حطي جنبها شو هذا؟ يا ربي الحين استوى عندنا 2. ان شاء الله اللي في بالي يضبط. هذا يشبك فيها الشبك، شبك هذا يخلي نشبك هنا شوي بعيد. استوى عندنا 2. الكهرباء كنت على امل، بس لحظة
ان عندنا مدينه. شوف مستوى الكهرباء مالي، بحتاج كهرباء، بحتاج الحين. اذا فرضا حطينا سد كهرباء او سوري، لا الطاقه النظيفه بسوي لها مدينه بروحها، ما بسوي لها مدينه الحين، بسوي لها مدينه بروحها. عندي هنا هي تخصصهم بترول، بس يبغى اكثرهم شوي. انزين، بما ان حطينا هاي المدينه، المشكله مش هني، فهموا ياهم عقب بيطلعون بيهم كهرباء، ما عليه مو مشكله. بس الحين الجماعه هاي اللي يكون عندهم كهرباء، لو مؤقتا، لو مؤقتا حطي لهم هذا، عقب بنشله مو مشكله، عقب بنشله. بس انهم يشتغلون، بس انهم يشتغلون على الاقل. انهم اذا ما يشتغلوا مصيبه. يا ساتر، كل هاي اللي نزلوا من سفينة. اوكي، يعني يسوي شغل، هذا يسوي شغل شغل. بس هني كانت كونكت روت، يعني بس الاماكن اللي اقدر احطيها هني، اقدر اسوي روت مثلا من هذا. انا اشوف كيف نسوي روت سيارة روت. ايوه، اقدر اسوي روت روحه وروت رجعه من كل واحد فيهم، يعني اتصور ما اعرف. روت اوريدي اكيوبايد، هذا كله حق السياحة. الحين ما بسوي سياحة، سوينا الصناعة، استوى عنا يعني خط حق شو اسمه شاحنات، وهذا السبب يخليني ابغى اوصل هالشارع في الشارع العام. لحظة، هذا مش شارع، هذا استهبال يسمونه، هذا شارع، هذا شارع، شارع رجال. ما في شارع رجال وحريم، بس نقول يعني رجال، يعني مصطلح رجال، يمكن وحدة طالعت. وما اقدر اسوي، ليش الشارع هذا ليش ما تقدر يسوين؟ والله شارع رجال، ما مش مكتوب باسمنا. زين، نشوف. يا حطينا السفينة، وبسوي بعدها دايركت توصيل لو سمحت. شوي هذا خلتني اسوي حركة 13 الحين. صبر، يمكن حد يبي يروح مهني، ما اعرف ليش يبي يروح مهني، بس يمكن ابي يهد كل مكان وبيدخل مهني. خلنا نشوف في حد بيدخل. لا قلت لكم ما في حد بيدخل. ها، بيلف يسار؟ لا طبعا لا، بيروح المدينة الجديدة من هنا. انا اشوف واحد متشكي من ماي، مهندس تعبان ما حط له ماي. زين، الحين ابا شوف فعاليات هاي باسنجرز. ابي يتم يجيب سامان، دام انه يجيب سامان زين، معناه بيزيد الصناعة، بيزيد الانتاج، بيزيد وايد شغلات عندنا، وايد امور بتتحسن. بس ليش ما احل موضوع الكهرباء اللي هنا؟ بحل الحين، حطي ووتر ريكويرد، حطي لهم دام ان هذا نحطه هني. انا ليش حاط هذا عين؟ يس،
ديكونستراكت. انت يا عزيزي شو بنسوي لك؟ سوي لك منفذ بعيد عن البيوت شوي. بعيد بعيد بعيد. هذا المشكلة اني لزقته وايد ولو ما لزقته هالكثر ما كان بتكون عندي هالمشاكل اكلها بالكهرباء. بس سوء التخطيط دايما يسوي مشاكل. هي التفكير بحطي هاي سالفة بحطي هاي اتيب العيد يعني جاي بالعيد ولا قادر احل الموضوع. لحظة احل الموضوع. حل عندي اسوي الطريقة هاي الطريقة هاي والله بشلهم عقب مو مشكلة. صحيح خل الجماعة يشتغلون لانه الصراحة مش مرتاحين ابدا ابدا. طبعا عند كل مدينة ما نحتاج انها ما عندهم اي خدمة من الخدمات. ايوه مكب النفايات تلقون وساختكم. خلنا نزيد ان هذا زاد شوي عن حده. غير مكب النفايات ما حطيت لهم مستشفى انا تصدقون. بس ما يبون مستشفى المنتخب مش من ضخامتها يعني مش من ضخامتها مطرقة مطافي. طب اكيد 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 طبعا طبعا ملعب كرة سلة اكيد طبيعي. زين ليش كلكم طالعين الحين؟ ما كان عندهم كهرباء من زمان. ما عندهم كهرباء معيشينهم ملي كهرباء. انتم وجدتم لتدعموا السفن فادعموا تجارة السفن. ها والله المكان حلو الصراحة كانهم جميل. شوف ما يخربون على لا الحين طريقة اللي يشيل فيها تلوث طريقة واحدة مني. خلنا نشوف لحظة عندي اذا نزلت ما عليه تحملون شوي اشل هذيل. اوكي وحطي هذا وهذا ان شاء الله ما يقعد يخرب الدنيا. يا بس نويز بولوشن 85 في ذا سيوج يسوي له بيور. يا الفرق. هي في عندي ماي ازرق قام يستوي. كان الماي هني بني بيتنظف شوي شوي. التلوث اللي هادينا هذا لو عتشب لو عتشب. المهم هاي حق سوينا السفن والمدينة شكله بسوي فيها سيارات الكهرباء. بحصل لها سيارات الكهرباء في الحلقة الجاية طريقة ندخل سيارات الكهرباء غصب هني. خلنا نشوف تطور سيارات الكهرباء. يلا نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله.